السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية. وعليكم السلام، الله يعافيك دكتور. كيف الحال؟ والله الحمد لله تمام. في عندنا اثنين اليوم، حتكون بيرسوناليزد اكثر واكثر. كرم وسندر رشيدة. دكتور بس الأغلب بحضرها مسجلة، يعني مثلا في بعرف صاحب إلي كان اليوم حاب يكون يحضر السيشن لايف معنا ما قدر عشان الوقت. دوامه، ف بالضبط الأغلب لا بحضرها مسجلة. خلاص تمام. هي اخر سيشن، يعني انا قلت لحالي يعني حيجوا الناس يحضروا على الاقل اخر واحده مشان يسالوا، بس هيك يعني حتروح الون الاسئله بالهي. المهم طيب، اهلا وسهلا. هلا كرم، انت شفت التصحيح؟ انت كنت معنا المره الماضيه صح؟ شفت نعم. التصحيحات اللي نزلتها على اليوتيوب؟ حكيت في خطأين. الخانات طلعنا المره الماضيه ضايفينهم فعلا غلط، وكان الخطأ بدل النص كان 4 كيلو، يعني فعلا 8 أضعاف. مزبوط. فعلا هذا هي اللي بس بصير. كانت خانة غلط. يعني الشغلة الثانية، الله يرحمه، الدمي فاريبلز، هي اسمها دميز وليس سودو كودينج، يعني ف يعني اتس ان امبورتنت تيرم. يلا بسم الله، خلينا نبلش. وبما انه العدد قليل، يعني يلي بده يسأل اهلا وسهلا بأي وقت. يعني في انا شفت عن اللوجيستيك ريجريشن، حكيت لنا عنه انه نشيك عليه. نعم، فهي فكرته يعني انه السكور مثلا لو كانت نسبة، خلينا نحكي انه a certain disease will kill a person or won't kill him 70%، فباخذوها بيعملوها 7 من 10، شيء زي هيك هذا المبدأ. بالضبط. يعني هو تاخذ البروبابيلتي بكل واحد وبناء عليها بتعمم الباقيين. يعني شوف حقيقة، اوكي، بما انه نحن درسنا بيسك ستاتستكس، خليني ارسم لك الفيري فيري بيسك برنسبل اوف ات. تمام. نحن مثلا اخذنا الكونتينوس فاريبلز. طبعا ساندرا اذا ما حضرت الدروس الماضية يمكن تشوف هذا الموضوع يعني بيلخبط شوي، بس عموما هي هي الفكرة. اذا هدول تو كونتينوس فاريبلز، فاريبل نمبر 1 خلينا نقول هيك، اوكي، يعني تو جروبس على سنجل فاريبل، خلينا نقول مثلا الهايت، وعندك فاريبل نمبر البيرسون او جروب نمبر 2، تمام. هدول مثلا الميلز، حلو، وهون وهناك في فيميل. ميلز. بمثال مثلا مثل اللي ضربناه كالعاده، نحن نضرب امثله بالشغلات اللي تعودنا عليها، مع انه يعني مشان نتعود، بس المفروض تقدر تعمم هي المبادئ على اي شيء. ف الفيميلز مثلا قلنا الفرق بالهايت، حلو، فيميل. فالفكره اللوجيستيك ريجريشن شو؟ اذا انت بتلاحظ، اللهم صل على، اذا بتلاحظ انه هون، شوف كيف يعني مثلا هون قلنا الافرج مثلا 150، وهون شو 76، 176. فكره اللوجيستيك ريجريشن، هلا انت لو بدك، لو بدنا نسالك مين طوله، يعني احكم اذا هذا ميل ولا فيميل من الطول، شو راح تقول؟ بده يكون التولر most likely male. بالضبط. فشو اذا انت هلا عندك سؤالين، هل بدك تضمن انه ما في اي ميل راح تصنفه خطا انه في ميل، ولا أكيد ما في أكيد لا، اي، بس احنا بناخذ نسبة. بالضبط، ولا هل انت بدك تقول اي فيميل؟ يعني الخطأين، يعني في خطا اسوء من خطا برايك انت، هل الاسوء انك تقول لميل انه في ميل، ولا في ميل ميل؟ يعني هي قضية اجتماعية، بس مش اعتقد شايف انه مش شايف. بالضبط. بس هلا هو المثال مو كثير واضح، بس اعتقد الفيميل بتؤذي مشاعرك كثير، يعني الشاب بيضربك، بس الفيميل انت مثلا بدك تحكي انه مثلا والله انه اي اسوء بحالات ثانية، انه مثلا a person will die or will هلا بنجي له. بالضبط، هلا بنجي له. تمام. فمثلا الفيميل حرام، يعني عيب، فخلينا نقول انه ما بدنا نسيء تصنيف اي فيميل، ولكن حنظلم الميلز على هذا الحساب. فشو حنقول؟ حنقول اي حدا تحت ال 106، تحت ال 100 مثلا و80 او 176، بما انه ريرلي دو يو هاف اني فيميلز بالرينج هاد، اي حدا تحت الرقم هذا مثلا حنقول عليه فيميل. فانت هلا صح، انت all the females you are classifying them correctly، حلو، ولكن on the other hand انت هدول الميلز يلي هن تحت الافرج بشوي اخذته منهم فيميلز حوالي 20، خلينا نقول 20% مثلا، صنفتهم فيميلز، فانت هون اخطات بحقهم على حساب، هنا على حساب انك تصنف كل الفيميل صح.
نعم، والعكس صحيح، اذا بدك تصنف كل الميلز صح بدك ان ذا اند اتس تريد اوف، ما في بيرفكت سولوشن، هذا وهم. فبدك اي حدا مثلا فوق ال 150 راح تقول عليه ميل، لانه مستحيل او نادر جدا تلاقي ميل تحت 150. فهي قضيه شو مين الاولى. هلا بالامراض بالطب هذا شو علاقته؟ علاقه هذا الموضوع بالطب ببساطه انه انت قلت لي انت سنه ثانيه صح؟ نعم. فهلا اذا نحن قلنا انه في عندك النورمال بيبل، كم انت الوايت بلاد سيل كاونت رينج بتعرفه؟ لا صراحه. من 4 ل 11000، حلو هيك المكتوب بالكتب. تمام. فخلينا نقول هون مثلا 7000، خلينا نقول هذا هو الافرج، هون 11 الماكسيمم النورمال، وهون 4، خلينا نفترض انه هو هيك. وخلينا هلا معروف اي انفلاماتوري ديزيز شو بيعمل لك؟ بيعمل لك شو؟ لوكوسايتوسيس. اكيد. يعني نمونيا، يو تي اي، بايرونفرايتس، مننجيتس، ابندسايتس، كثير شغلات بتعمل. طبعا مو لازم هون، هاي الجمله مهمه، مو لازم بكل هالديزيز تكون اليفيتد، يعني عادي جدا واحده من هدول الديزيز تكون نورمال. فحقيقه الكيرف ات ويل لوك سمثينج لايك ذس، يعني هيك. حلو. ف some diseases أو some inflammatory diseases ما حيكونوا elevated، مع أنه you expect it to be، بس يعني uncommonly، خلينا نقول مثلا 20 30 50% يعني بالليترشر حتلاقي الشغلات هي والديستريبيوشن تبع الوايت بلاد سيلز. وشو اسمه؟ وطبعا rarely some normal people will have above than 11,000 عادي. وسمتايمز فأنا بعمل تريد اوف على أساس أنه آخذ البيجر بيكتشر. بالضبط. فهلا مثلا أنت بدك، خلينا نحكي عن appendicitis بما أنه شغل أنا كثير شاطر فيها. appendicitis هلا نحن بنعرف انه النورمال از اب تو 11000، بس بالالفارادو سكور اذا بتتذكر ذكرناه المره الماضيه، واي ثينك انت قرات عنه. طبعا عم بحاول ان شاء الله ما نطول. نعم حكي. شفت عن السكور، كان سندرا ماتمل. فالالفارادو سكور اتس ا سكور ذات از يوز تو كلاسيفاي او تو بريدكت شو اسمه هذا الابندسايتس. الفارادو سكور طبعا انا حافظه بس مشان نحطه قدامك. الفارادو سكور لكم، شوف شلون عندك من الكرايتيريا migration of pain anorexia بياخد عليها نقطة، nausea right lower quadrant pain بياخد عليها نقطتين، rebound يعني هي شغلات بعدين تتعلم ان شاء الله، leukocytosis نقطتين. leukocytosis كم هون مو مكتوب، مكتوب بالصورة الثانية، فوق 10,000. هلا هو بكتب بالهاند بوكس وبالكذا بيقول لك النورمال رينج اللي عنده 11,000، يعني 10,000 مو اب نورمال، بس هذا الشيء ما له علاقه نورمال واب نورمال. هون نحن عم نحكي عن الابندسايتس، نحن وي وونت تو فيفر سنسيتيفيتي اوفر سبيسيفيسيتي، هاي هي الفكره. فلذلك بنحط الكت اوف هون، خلينا نقول انه هون عند ال 10,000، عرفت شلون؟ فهلا اي حدا فوق ال 10,000 رح نعتبره انه مور لايكلي تو بي ابندسايتس، مع انه ات ويل مس كلاسيفاي سم حتى لو كان نورمال. فهي هي الفكره السكورز، هي اللوجيستيك ريجريشن، بتزيد او بتنقص السكور حسب اذا بدك انت تمسك كل حدا مريض او تقلل الفولس بوزيتيفز او الفولس نيجاتيفز، هي هي فكرته. تمام. اكثر من هيك ما خلاص ما في داعي. يعني اعتقد الفكره وصلت. مشان تتضح الفكره اكثر واكثر، في ارتكل انا نزلته اذا بتتذكر، الاندرستاندينج دايجنوستيك تيست، بتتذكره؟ نعم. هي بارت 1، في بارت 2 و3. كانوا هم ثلاث بارتات. شفت البارت الثالثه؟ أنا لا، بس بارت 1 ونص الثاني، ما كملت الثاني حتى. روح هذا الثاني أصلا مو كثير حلو، بس روح على البارت الثالثة، عفوا لحظة. روح على البارت الثالثة. البارت الثالث. وشوفها ديفينتلي حتكون هي حتوصل لك الفكرة. في شيء اسمه الـ ROC curves، الـ receiver operator characteristics. في ما بعرف أنت بحياتك شفت فيجر هيك شكلها؟ نعم. لا هيك، لا هيك، لا بيكون تحت هيك يعني، لا هي هيك بس بعدين في عندك diagonal line بالنص هيك بعمل cut off. هاي بيكون ال AUC بيقول لك ال area under the curve is كذا. نعم. هاي شفناها. بالضبط. فهي بفهمك انت فهمان تعرفها من قبل يعني. نعم خلاص ممتاز. اذا انت عارفان قصه الاريا اندر ذا كيرف، هي هي قصه اللوجيستيك ريجريشن. لحتى يكون عندك جود فاريبل تساوي عليه جود لوجيستيك ريجريشن، لازم تكون الاريا اندر ذا كيرف منيحه.
يعني كبيره. شو خلاصه الاريا اندر ذا كيرف؟ لما يكون عندك اريا اندر ذا كيرف كبيره لفاريبل معين، بكل بساطه اللي عم بيقول لك اياه لما يقول لك انه الاريا اندر ذا كيرف كبيره، ببساطه عم بيقول لك انه ليش هي ما بتزبط دروب. طيب لما يقول لك اريا اندر ذا كيرف كبيره، ببساطه عم بيقول لك انه هدول التو فاريبلز، التو بوبيليشنز كثير بعاد عن بعض. يعني يعني مو بقصه الميلز والفيميلز كان في اوفرلاب كبير. نعم، لما يكون اوفرلاب كبير يعني صعب تاخذ كت اوف ممتازه تميز بين الاثنين، فراح تضطر يعني تضحي بشغله من الشغلتين. اما لما يكون التو جروبس الميلز والفيميلز كثير متباعدين عن بعض بحيث ابدا ما في اوفرلاب او الاوفرلاب الاريا كثير قليله، خلاص بتريح حالك. ليش تحط لي هذا؟ حط هون الكت اوف وخلاص. اي حدا فوق هذا الرقم هيك، اي حدا فوق الرقم هيك، وما في فولس بوزيتيفز ونيجاتيفز او قليل كثير. شايف شلون؟ فهي نعم. فكره الاريا اندر ذا كيرف لما تكون اريا كبيره يعني الفاريبلز والتو جروبس بعاد، لما تكون واطيه يعني في كثير اوفرلاب. اقرا هذيك خلاص ان شاء الله. نعم بشوف التقرير ان شاء الله. ويعني اللوجيستيك كيشن فيك تقرا عنه كثير اماكن ثانيه، بس لما تعرف شغلتها. يلا خلينا نبلش بسم الله بالماتيريال تبع اليوم. طولنا على ساندرا، ما بعرف اذا كان هذا الكلام عاجبها. طيب بسم الله. فخلصنا نحن المره يعني اول مره الانترودكشن تو ريسيرش، عرفنا شو هو وكيف نبلشه والسكيلز العامه وكيف نبلش. الستاتستيكال اناليسيس خلصنا الشغلات البيسك وحكينا عن جاسب. طبعا جاسب وجاموفي واس بي اس اس اللي تعلمتوه فيكم تطبقوه على اي سوفت وير، والفرق بين كل السوفت وير هي مجرد وين الزر محطوط. فيعني ذا سكيلز ويل بي ابليكابل. بسنه ثالثه ان شاء الله، بالصيفيه سنه ثالثه اعتقد يا كرم، اذا ما تغيرت الخطه او ما تغيرت المشاكل اللي عندنا، راح تمشي على اس بي اس اس، راح يكون عندكم مشروع وراح تكونوا مطالبين انه تعملوه على اس بي اس اس. ما بعرف اذا اجباري اس بي اس اس، هكذا العرف يعني، لانه اصلا ما حدا بيعرف غيره عندنا. ولكن على كل حال نفس الشيء اس بي اس اس، يعني ما انه حتفرق معكم جاسب. يعني أيوة. تنصحنا انه نبلش بالجاسب ولا ناخذها من قصرها ونمشي مع الاس بي اس اس؟ ما في اي فرق من وين بتبلش. اللي بدك تبلش فيه هو تتعلم الستاتستكس نفسه. يعني انت شو ما بتحب تتعلم او تقرا، جيبوا كتاب. انا صح كاني ما حطيت هذا الشيء على الجروب لسه، نسيت، بس حطيته بالديسكربشن تبع الفيديو والكومنتس اذا شفته. اخر فيديوين نزلوا كتابين. لا ما شيكت على الديسكربشن اليوتيوب، وعلى كده هنزله ان شاء الله على الفيسبوك. بدك تتعلم ستاتستكس، تعلم ستاتستكس مع سوفت وير، يعني يكون كتاب واحد. يعني في كتاب ليكو انا عندي اياه اسمه Learning Statistics with JASP. فهذا الكتاب بتحمله من موقع JASP مباشره، كتاب ابو 400 صفحه، كتاب بسيط خفيف لطيف جدا، لساتني عم بقرا فيه هلا. يعني بتروح على موقع jasp.stats.org وبتروح على teaching. اوكي حتلاقي هون كثير ماتيريال لتتعلم الستاتستكس، وطبعا هون بيدعو الى ديانه البيزيان ستاتستكس تبعهم. في شوي بس لا الماتيريال صراحه مو كثير اكسسبل، يعني مو للستودنتس. في شويه شغلات يعني ما اطلعت عليها الى الان، بس الكتاب يعني ممكن في عليك هون الجاسب تكست بوك، هذا بتحمله من هون Learning Statistics with JASP. فهذا الكتاب اصلا كان لجاموفي، يعني هو مثل ما قلت لك التيم اصلا الفريق نفسه تقريبا واحد، والسوفت وير نفسه فين الحقيقه يعني بالحرف، اخذوا يعني حقوق الطبع وحطوا مع المؤلف ونفس الكتاب اصلا ما تغير فيه الكلام، اللهم بس السكرين شوتس تبع جاموفي حطوا بداله سكرين شوتس من JASP، والاثنين يعني مثل قلت لك almost identical. اطلع عليهم وراح تعرف. فهون فيك تحمل الكتاب من هون بي دي اف. فبدك تتعلم السوفت وير الفكره او statistics، تعلم من كتاب بيعلم سوفت وير بنفس الوقت، غير هيك صراحه بتكون عم تضيع كثير من وقتك. بعدين اذا بتحب فيك تقرا كتاب يعني pure statistics، بس صراحه يعني ما في اصلا كثير، ما في داعي. يعني انا في كتاب ثاني كمان ححط اللينك تبعه اسمه medical statistics at a glance. خلينا medical statistics at a glance، كتاب كتير حلو. أنا هلا عم بقرأ الفورث إديشن. هون كتاب أبو 150-200 صفحة، هذا من دون سوفت وير، هذا بيشرح البرنسبلز بس، يعني جيد كمان.
بس انه الفكره انه ما عليك يعني الاساس انه لا بدك سوفت وير على اساس انه تطبق مشان تثبت المعلومه بالضبط. يعني انت بتكون كل شيء عم يتبخر وما عم تستفيد، يعني لانه البيور ستاتستكس تكست بوكس بيشرحوا لك على الفورمولاز الا يعني احنا اللي بهمنا انه نطبق، احنا مش يعني نفهم ميديكال ستاتستكس ات جلانس هذا ما بيشرح لك الفورمولاز بالتفصيل، يعني بيشرح البرنسبلز انا اخذته كزياده. بس اما ترى ستاتستكس تكست بوكس صراحه بيور ويست اوف تايم برايي، يعني at least for beginners and intermediates، يعني انت beginners لانه ما بتستفيد. انا هيك يعني هي تجربتي الشخصيه. فالفكره انه بنصحك جاسب ولا اس بي اس اس ما بتفرق، يعني بكره انت لما يعني لما تفوت على هذا بيطلب منك شغله نفس الشيء، اللهم بس الزر وينه يعني، فمن اليوتيوب او من جوجل يعني ما حتفرق، عرفت شلون؟ تمام. اصلا هو صراحه كل اللي بنطلب هذا كلام يعني فاضي. خلينا نبلش، بسم الله الرحمن الرحيم. فبالنسبه للرايتنج والببلشنج بروسس، كيف يعني حنحكي اليوم عن نشر الارتكل، كيف عمليه النشر بتتم وشو الشغلات المهمه اللي بدنا نحكيها. حتكون حكي جدا قصير على فكره، يعني يمكن ما ناخذ ثلث ساعه ربع ساعه. ديفايد التاسكس، هلا عملتوا الليترتشر ريفيو، قدمتوا الاي ار بي، اخذتوا اذا كان في داتا وجمعتوها وساويتوا اناليسس وكتبتوا الريزلتس والديسكشن. فيعني هذا كله بتكون تكونوا قارين كثير ليترتشر مشان تقدروا تعملوا ديسكشن محترمه. بتكون تقسموا التاسكس، يعني مثلا انتم تيم من ستة طبعا او خمسة او وات ايفر. انا بنصح طبعا انه ما تفوت بتيم او ما تعملوا تيم كبير، لانه لما يزيد العدد اذا التاسك تافهه وما بتستاهل حتكونوا بتشتتوا حالكم. فيعني خمسة أربعة وات ايفر، مثلا بتقولوا فلان يكتب انتدكشن، فلان يكتب مثلا يعمل الفيجرز والتيبلز مثلا، او انتوا الاثنين مثلا، يعني اثنين مثلا يكتبوا انتدكشن عادي، يعني كنا هيك نحن مثلا اثنين نقعد على السكايب ونكتب مع بعض، او كل واحد يكتب فقره وبعدين نقرا لبعض ونصحح وهكذا. والديسكشن وهيك. فبتقسموا وبتعملوا ديدلاين. هلا الفايندينجز شغله مهمه، رايت ذا فايندينجز اند دو نوت اوفر جنرالايز. يعني انت عملت بنكرر وهذا غلط كثير شائع، انت عملت ستدي على ميديكال ستودنتس، ما تروح تعمم لي اياها تحكي لي دكتورز. يعني مثلا انا في ستدي انه على البيرسوناليتي اوف دكتورز اند ميديكال ستودنتس، يعني احنا اعطينا كويشنير كبير تحليل شخصيه لطلاب الطب الكلينيكال والامتياز والامتياز، سالناهم عن شخصيتهم وعن شو التخصص اللي بيحبوه، سالناهم شو التخصص اللي ناويين يروحوه، وسالناهم اسئله بيرسوناليتي. طلع معنا فايندينجز معينه كلاسترز، فعلا لقينا فايندينجز انه الجراحين شخصيتهم كذا كذا كذا، اللي بيحبوا الباطني كذا، الاطفال كذا، اللي بيحبوا الباثولوجي شيء ثاني، كان في فروق حقيقيه واضحه. بس ما بصير انت على مين عملتها بالضبط؟ على طلاب الطب الكلينيكال والامتياز. ما تجي تحكي لي سيرجنز ار مور لايكلي تو بي كذا كذا. فهمت شلون؟ ما تعكس انت بالضبط. الاساس انت عملت على الطلبه. هلا شوف، هلا انت فيك تعمم لو كان عندك مسلم من المسلمات متحقق، اللي هو انه كل حدا بده جراحه راح يطلع له جراحه. نحن بنعرف انه ناس مثلا نفترض الناس هو مش بهاي السهوله انه انت رغبتك ايش يطلع له. بالضبط، مثلا الناس اللي بدهم جراحه شخصيتهم مثلا انه عصبي مثلا، خلينا نقول هيك. فهي هي الفايندينج تبعنا، الناس اللي بدهم جراحه. بس بالارتكل تروح تكتب لي السيرجنز ار مثلا هيك 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 عصبيين، مش شرط اللي طلع له جراحه انت بدك تروح تشوف شو خطا فادح، لانه اغلب اللي بدهم جراحه بحياتهم ما بيطلع لهم جراحه. نعم. فانت هيك يعني عم تتخبص كثير بالاستدي تبعك. فهي واحد من الشغلات، وطبعا الامثله لا عد لها ولا حصر. يعني عملت استدي مثلا عن الناس الناس اللي اجوا على المؤسس ب chest pain طلع مايوكارديال انفاركشن، ما تحكي لي والله الناس ذات بريزنت وذ chest pain، لا نحن chest pain مايوكارديال انفاركشن. يعني فاعتقد هي صوره واضحه، يعني دائما تشوف شو البوبيوليشن تبعك وما تعمم اكثر منه. واذا بدك تعمم او تنظر بدك توضح هذا الشيء بالدسكشن. يعني عادي انت لك الحق انه تقول والله نحن لقينا انه 1 2 3 بالجروب هي، ونحن نتوقع انه هذا على الاغلب حيكون موجود ايضا في كذا وكذا وكذا من المجموعات او من الاشخاص او من الامراض. عندك الحق، بس لما تنظر تحكي انه نحن بنتوقع هيك من
تنظيراتنا، مو تحكي مباشره كانه هي الريزلتس تبع الاستدي، فهذا اسمه تدليس. فهمت شلون؟ هي المنطقة اللي بتقدر تحط فيها رأيك. حكينا الديسكشن ممكن ما يكونش الإشي 100%، أنت إيش بتعتقد؟ فهي شغلة يعني مهمة. وكمان مثال آخر، إذا أنت عامل كويستشنير، مثال يعني أخير لأنه بخصوص الكويستشنير، أنت عامل كويستشنيرز وكان أنت مثلا عامل سبجكتيف ريتنج لشغلة معينة، يعني مثلا أنت كم عم تسأل الطلاب كم ثقتك بالريسيرش أو كم ثقتك بمعرفتك بالريسيرش، الناس كانوا يقولوا لي ميديوم لو هاي كذا، مو تروح تحكي students have إذا مثلا أغلبهم قالوا لو، تروح تحكي students have شو اسمه low knowledge of research، تحكي they rate themselves low in the research أو they view themselves as، يعني هي إذا هو subjective تحكي subjective، يعني هو هيك شايف، مو تحكي هو هيك. إلا عرفت شلون؟ أعتقد الصورة واضحة. إلا لو أنت مثلا عامل questionnaire objective، يعني عطيتهم أسئلة فيها صح وخطأ وشفت علاماتهم وبناء عليها بتقرر انه هن نعم. فكمان نشوف اذا شغله subjective تحكي subjective وهكذا. طيب اعتقد الصورة واضحة، ولكن هي يعني هي شغلات نحكيها على السريع وان كانت جدا جدا مهمة، بس حقيقة ما في محاضرة اعطيها الموضوع هذا، هي قضية بالممارسة وبيسك كومن سنس، يعني لا احد بيعرف شيء بالريسيرش. بالنسبة للريفرنسز، طبعا كل ارتكل فيها ريفرنسز، بتكونوا انتم خلال السنه اللي مضت او فتره الريسيرش كلها قاعدين بتقروا ريسيرش وعم جمعتوا من الانترودكشن والارتكلز والديسكشن، بتكون تحطوها بالسايتيشنز. فهي لها كثير يعني عده سوفت ويرز، انا بنصح اما تستعملوا اند نوت، انا هذا الصراحه اللي استعملته الى الان، او رفيقي مره قال لي يعني هو استعمل مندلي، انا مندلي مره جربت يعني استعمله وبعدين سحبت عليه، ما بعرف ما بتذكر ليش، يعني اعتقد ما جربته، يعني اي جاست ستك وذ اند نوت لانه اول مره جربته يعني. بس في عندكم هذول الاثنين and not to Mendeley regardless، بس I don't advise يعني انه تستعملوا الوورد citations، يعني جدا متعبين المايكروسوفت وورد هذا باي ديفولت نو نو نو. فيعني هي بالنسبه للريفرنسز. وطبعا وكمان صراحه الريفرنسز ديروا بالكم، لانه يعني نحن شو كنا نعمل؟ كنا نقرا articles نلخصهم وبعدين يعني ونحن بنكتب الارتكل بين قوسين نكتب العنوان تبع الارتكل كامله ونقول حنحط الارقام بعدين. اي ثينك انه لا، الاحسن تحطوا الارقام مباشره، يعني تعملوا السايتيشنز وانتوا عم كل ما تحطوا معلومه جديده، لانه مره والله انعجقنا وصرنا ننسى من وين يعني جبنا المقوله هي، من وين جبناها او من وين عرفت شلون، فضيعنا، فصار في كثير يعني حيصه بيس. فمن الاول وانتوا عم تكتبوا المقاله حطوا فيها السايتيشنز يعني قبل ما تتلخبطوا، خصوصا اذا في كثير ارتكلز. المهم الريفايز اند اديتس هي عمليه يعني هي اللي بتصير، انه يعني خليني اورجيكم بدل ما نحكي مباشره، هي اليوم على فكره، هي اليوم الساعه 3 الصبح ريسيرش مننجايتس، هذا الريسيرش التعيس تبعي اللي صار هذا شيء بعده اللي صار له هذا اللي صار له 4 سنين يا كرم، يعني من السنه الثالثه، من السنه الثالثه يعني من نص ثالثه طيب. اللي هم ماشيين فيه، فعندك ايش مشكلته؟ الا رابعه وخامسه وسادسه وهي سنة الامتياز تبعي، فيعني 3 سنين ونص أو 4. مشكلته أنه نحن اشتغلنا، طبعاً قعدنا نجمع داتا من سنة ثالثة لنهاية رابعة تقريباً، يعني سنة ونص تقريباً جمعنا داتا وصار مشاكل، يعني جمعنا مرتين تقريباً أو راجعناها، وبعدين قعدنا نكتب وجهزت الارتكل ما في بنهاية، يعني ببداية سنة خامسة كانت جاهزة هيك شيء، او ايه اخر رابعه بدايه خامسه كانت جاهزه، بعدين صارت كورونا والدكتور اللي مسؤول او واحد من الدكتورين اللي مسؤولين عنا سافروا، يعني هو ما في داعي اذكر اسمه، فتعال يعني خلينا نحكي مع كذا كذا، صار في تاخير يعني تواصل ايميلات وكذا ما كان ينفع، فما كان في تواصل وتاخرنا يعني، بس هلا خلاص ان شاء الله حتمشي الامور. هي ان شاء الله انا اليوم خلصتها. شو ليش عم كنت عم اورجيكم اياها؟ لانه كرنتلي ان ريفيو، وين راحت؟ لكم من جايت ريسيرش 6 اند فاينل درافت هوبفولي. اوكي انا كاتب عليها هي اليوم سويتها، كان في تعديلات يعني بالجداول وبالكذا. ف في 6 درافتات يعني اكثر من يعني 6 مرات بالتعديلات تمشي مثلا مراحل ولا بتعيد على كل الريسيرش؟
يعني ما في طريقة معينة؟ يعني كل مرة يعني أنت مثلا كتبت أول درافت، كتبت الأرتكل كاملة تصورك الأول، بعدين الدكتور قال لك لا هي مو مظبوطة، وبعدين خطر بالكم تضيفوا شغلة معينة أو يعني يعني ما في شيء، خلينا نحكي اللي هو ميثود معين، ما لا في لا لا ما في هالأشياء. شيء ميجر تغير، بس هي الكونتنتس بدنا نعيد الكتابة أو نراجع المراجعة اللغوية أو فاين هلا تونينج. أحيانا بصير ميجر ريفيجنز خصوصا بالريسيرش المهمة الحقيقي إذا جد جديد، ولكن غالبا لا. بس يعني الفكرة أنه هي هلا هذا كله قبل ما نقدم لسه على الجورنالز. اذا بدك تقدم على جورنالز يا حكيت لنا بتاخذ وقت وراح يصير مراجعه بالضبط. هلا حنحكي عن قضيه السبمشن، فانت يو ريفايز اصلا يور ارتكل ماني تايمز قبل ما تقدمها للجورنال، سواء انت بين رفقاتك يعني مثلا حترجعون يمكن مرتين ثلاثه اربعه انت ورفقاتك، وبعدين لما تقدموها للدكتور المشرف، لانه صراحه غالبا يعني الدكتور المشرف ما بيكون كثير اكتف بالريسيرش يعني انت وحظك، فبتعطيها بيقول لك لا كمان رجعوها كمان مره او مرتين، يعني بتصير هي الشغلات، فبيصير له عده ريفيجنز قبل هيك. هلا بالنسبه للببلشنج حنشرح البير ريفيو والارتكل ببليكيشن، بس قبل هيك نشرح التايم لاين. هلا من لما تقدم عموما الجورنالز يعني انا شفت كثير جورنالز اغلبهم بيقول لك انه الاكسبكتد ريسبونس تايم 3 شهور، يعني انت حتقدم وسواء بدك تتوقع الرد بالقبول او بالرفض بدهم ياخذون يعني ما لا يقل عن خلينا نقول يعني 3 شهور شهرين، لو انت كثير محظوظ شهر واحد، يعني هي نادر يمكن مره واحده صارت، بس اذروايز اي غالبا شهرين ثلاثه على الاقل ليردوا عليك احيانا. طيب لما تقدم لمجله معينه ما بيصير تقدم نفس البحث لمجله ثانيه، انه لازم مجله واحده كل مره؟ بيج نو نو. تمام. لو الجورنالين رضيوا فيك شو بتعمل؟ ما في شغلة انه والله تختار او كذا، ما بيصير. شو مثل الساحة ما بتكفي بطلين مثل ما بيقولوا، او يعني او الغابة لا تكفي لأسدين. فيعني المدة اللي بدك تستناها ما في، انه خلينا نحكي الطريقة انك تختصرها ما في. Of course no، ما في لايف هاك هون. فهي يعني حتى يردوا عليك اغلب الجورنالز بدهم expect 3 months. حلو. وحتى لو طبعا لو ردوا عليك بالرفض بدك تعيد العمليه لجورنال ثاني. تمام. لو قالوا لك خلاص يعني غالبا ايه يعني اذا بيرفضوك شو بيقولوا this is مثلا. صراحه انا ولا مره حدا كسر خاطري وقال لي ارتكلك زباله، بس بيقول لك يعني this is not suitable for our journal، it's not within the scope of our journal، لانه كل جورنال له انترست معينه. وهلا حنحكي شلون تلاقي الجورنال تبع الانترست تبعك، بس كثير احيانا بيقول لك this is not within our scope مثلا. اذا هيك بدك تقدم على جورنال ثاني وهكذا، تضل 3 شهور شهرين وهكذا. فالاصل انك يعني ضيع شويه وقت بانك تختار المجله بدل ما تستنى 3 اشهر يروحوا عليك لانك اخترت شيء غلط. هي واحد. اثنين، هلا هي الالجوريثم كنا عم نقول لو رفضوك، لو قبلوك طبعا غالبا يعني فوق يمكن ما بعرف 80% يعني او 70 ما بيقبل، بيقول لك اوكي وي ويل ببلش ات. بصير في نقاش اخذ ورد، بيقول لك هي من وين وهي كذا وهي عدلنا اياها وهي زبطها وهي كذا. بصير في كثير يعني هي عمليه عادي ممكن تتكرر مثلا مرتين ثلاثه، وكل مره بتاخذ لها مثلا يعني اسبوع اسبوعين، ويعني مثلا هن بيقول لك يلا حتى يعني مثلا قالوا لك راجعنا اياها يعني عدلها لغويا او عدل كذا، يعني كثير بيقول لك عدلنا شغلات هيك صغيره بتعدل، او مثلا بيقول لك اعمل ديسكشن اطول، ديسكشن مو كافيه هي كثير قصيره. فبتروح تعمل ديسكشن، خلينا نفترض بعد يعني كل مره اسبوعين خلصت بعد يعني 3 اسابيع شهر زمان، بعدين بيقول لك اوكي وي ويل بريبير ذا مانوسكريبت فور يو. طبعا لانه هنا عندهم يعني بحولوها بي دي اف وبيعملوها بير ريفيو هيك، فبيجهزوا لك البي دي اف بعد اسبوعين مثلا ثلاثه، وبيقولوا لك يلا هذا اذا في اي تعديلات راجعنا فيه فمشان نعدله قبل ما يصير لبابلشنج. ف يعني حتى بعد ما يقبلوك ممكن بده شهرين ثلاثه اربعه كمان، يعني هيك شيء خلينا نقول شهرين اذا ما صار اي مشاكل، يعني احيانا بصير مشاكل. فعلى الاقل خلينا نقول الببلشنج بروسيس اف ات ونت سموثلي فروم ذا فيرست تايم يعني فروم سبمشن تو كذا اكسبكت يعني 3 تو 4 5 مانثس
يعني at the shortest، يعني minimum 3 شهور شهرين إلى 5 6. يعني بشكل عام لو بدك تعمل ريسيرش، خلينا نقول كم الوقت المتوقع انك لحد ما توصل فيه لاخر شيء انك تشتغل فيه؟ بالضبط. فهذا كله لو شيء افريج، هذا كله لو قبلت من اول مره. وصراحه انا يعني الاكسبيرينس تبعي انه انا جربت مرتين هلا، ما نشروا من اول مره. يعني وحده قدمناها على 3 جورنالات والرابع يمكن لحتى انقبلت، والجورنال واحد ثاني لا انقبلت من اول مره. فيعني على كل حال يعني هذيك الاولى اللي قدمناها لثلاث اربع جورنالات اخذت يمكن شيء يمكن 9 شهور لتنشر، او يعني من 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 وقت ما بلشنا نقدم. فهلا بالنسبه للتوتال تايم، مفترض هلا الريسيرش نفسه من لحظه انك تبدا او لا تخلص البيبر بحيث تكون جاهزه قدامك هيك وتقول يلا خلينا نقدمها، هي مينيمم يعني سنة سنتين، يعني قلنا من قبل سنة سنتين، لأنه الاي ار بي والانترودكشن وا 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 هذا كله على الأقل بده شهرين ثلاثة، بده يعني الاي ار بي بده شهرين زمان، أوكي؟ فبده شهرين ثلاثة لتجهز الانترودكشن وهيك والاي ار بي. وهلا حسب أنت الريسيرش تبعك هل فيه تجميع داتا ولا لا، أو الداتا لا. أنا بسأل عن داتا. خلينا نحكي الريسيرش اللي افريج شوي، مش إشي كثير قوي بالطلب. تفكرني عم بحكي عن شغلات لانست يا كرم. فالأفرج إنه تحكي سنة ونص سنتين. إيه نحن ما عندنا شيء، ما عندنا لانست ولا ما لانست، هذا فكل اللي عندنا أصلاً أفرج يعني. أو أسوأ. فأي يعني ما تتوقع شيء أقل من سنة. يعني سنة ممكن تصير، يعني ممكن 9 شهور نادر يعني دونات يعني هذا أنسى ولا كأني حكيته. أما إيه يعني nothing less than 1 to 2 years. نعم نعم. يعني on average I think إنه حتكون سنتين. ومثل قلت لك يعني common كتير إنه يصير في delays. هذا هلا شوف أنت الدكتور اللي حتكون معه supervision حسب كمان حسب هو يعني صراحة بيصير في تأخيرات. ياما يعني مثل قلنا هلا introduction وال IRB وهيك. طب بعدين يقول لك يلا بلش تجميع داتا. بيقول يعني مثلا لبين ما يعطيك الإكسل شيت ولا هيك مثلا أسبوع أسبوعين. بتروح بتجمع داتا. هلا حسب ممكن تجمع داتا 3 شهور حسب كم واحد، كمان ممكن تجمع داتا سنه ونص سنتين. انا هيك صار معنا، فقعدنا نجمع كثير داتا. وانت مشغول بدراستك كمان، ووراك محاضرات ووراك راوندز ووراك دراسه بالبيت ووراك يو اس ام اي مثلا ووراك ريسيرش، هذا كثير شغلات وراك صح ولا لا؟ فما حتجمع داتا من النهار بالليل يعني. يعني بنحكي سنتين بقى تجميع داتا بالضبط. هذا هلا كمان كتبت الارتيكل حلو. دكتور بيقول لك يلا خليني اقراها، يعني قبل ما حتقدم من حالك هو بده يقدمها او بده يقراها قبل ما تتقدم، غالبا هو بيقدمها. فطب يلا بعثت له اياها، بيقول لك يلا بقراها وبرد لكم خبر. تبعت له اياها ما بيشوفها، يعني بتقعد عنده شهر وشهرين وما ولا تسمع خبر يعني. بتروح عنده على المكتب مو موجود، ما بتلاقيه، بيقول لك خلاص يلا رح شوفه، وبتروح الشغله كمان شهرين زمان. يعني هيك بتصير هي الشغلات كتير. او مثلا بيقول لك يلا انا رح يعني انا مسافر ورح شوفه بالطياره مثلا، حسب كل شخص وظروفه. مش هي الشغله عن جد، يعني هي الشغله على الاقل ممكن تستهلك منك 6 شهور. يعني هيك بصير كتير ديليز. طبعا غير الديليز بينك وبين باقي رفقاتك، و ان شاء الله هذا الشيء ما يصير. يعني انا صراحه الاكسبيرينس تبعي ما كان في ديليز بيني وبين رفقاتي، يعني اللهم يمكن بضعه ايام خلال السنوات هي كلها، which doesn't count. فيعني هي الديليز كثيره. فيعني لحتى تجهز البيبر وتكون جاهزه تماما اكسبكت يعني nothing less than 2 years to be realistic. ممكن شوي يكون اقل، بس لازم نكون اوبتيمستيك يعني عشان تعرف وين حتروح ويكون نفسك طويل. يعني هذا الريسيرش صار لنا 4 سنين. باقي رفقاتي صراحه فقدوا الامل. لسه اليوم انا الصبح بعت لهم، طبعا الجروب صار له ميته سنه ما حكينا فيها بنوم، فبعت لهم قلت لهم الفايل جاهز وهيك وان شاء الله. فالفكره الشباب بده نفس طويل، فتكون عارفان تماما يعني عشان ما يصير في احباط او تتعب بنص الطريق يعني. فهو هو الريسيرش يعني سباق تحمل. اوكي طيب باقي 4 دقائق على الريبورت. فهي يعني ريفايزنج والاديتنج هي قضيه.
بعد ما تأمل الجورنالز مثل ما طيب هي العملية 6 أسابيع. هلا هنحكي عن الببلشنج وعن الكذا بعد ما قبلوك وفتنا هلا بالموني والبوليتكس. فالبير ريفيو، البير ريفيو باختصار انه الجورنال هذا فيه اخصائيين معينين في المجال هذا بيقرأوا الارتكل تبعك بطريقه هوبفولي اوبجكتيفلي وبيحكموا عليها بناء يعني على على الموجود فيها وذي ويل ادفايس يو والكريتيسايز يور ريسيرش، يعني اذا في اخطاء ممكن يصححوا لك اياها او نصائح معينه او اذا طبعا سيئه بيرفضوها. يعني فياما مثلا بيقول لك هي الجمله لا هي الجمله او مثلا الشغلات هي الاغلاط اللي ذكرناها، اغلاط الاوفر جنراليزيشن او الفولس اناليسيس او الفولس ستاتستكس، ممكن يعني هو يلقط الشغلات هي حسب الكواليتي تبع البير ريفيور والجورنال. اوكي هذا شرط مهم، يعني مو كل مره ماضيه لما ورجيتكم الارتكل السيئه اللي ما في بير ريفيو، هو في بير ريفيو بس مو كلهم سواء، يعني Q4 مو مثل Q1، وحتى Q1 عادي في ارتكلز سيئين بينشروا بQ1، يعني ممكن الجورنال نفسه اصلا فيك او شو بيسموه، او يعني الريفيور ما كان مهتم وقتها، يعني لانه في كتير بير ريفيورز هم مو واحد او اثنين للجورنال. فالفكره انه هن الاسماء المفروض يعني كثير من الجورنالز يعني الاسماء بتنلغى وهو بس بيشوف البيبر وبينتقده. فهي هي العمليه كمان بتاخذ لها مثلا اسبوع اسبوعين زمان ليردوا لك خبر، وبيعطوك الارتكل وبيكون فيها تعليقات بالايميل يعني او بالسيستم تبع الجورنال، بتكون انت فاتح عليه وفي اكونت وعم تشوف الشغلات هي كلها التعليقات على الارتكل. طيب هلا بير ريفيو، ما بعرف في شيء كمان نحكي عن البير ريفيو. مثل ما قلنا صراحه في كثير، حنحكي عن عن فيك جورنالز خلاص ما في داعي نكمل على البير ريفيو. هلا الارتكل بابليكيشنز فيز، مثل ما قلنا وقلت في الدرس الماضي انه انا كنت مفكر انه انت بتعمل ريسيرش بيندفع لك وبتصير غني، بس لا الواقع انه انت بتدفع مصاري، لانه الجورنالز لحتى تنشر يعني هذا طبعا في سيستم وفي تكلفه وفي كذا. ف يعني ما بعرف صراحه نسبه، بس يعني اذا بدك تكون الارتكل تبعك اوبن اكسس، اوبن اكسس شو يعني؟ يعني شفتوا هلا خلال الاكسرسايزز اللي عملناها الاوبن اكسس اغلى بالضبط، اي حدا يعني بس شو بدك تلاقي بحيث انه تكون ببلاش اي حدا بيقدر يلاقيه على الانترنت، بدك تدفع مصاري. في بضعه جورنالز يعني قلال صراحه ما بعرف انا منيح ما بحفظ الاسماء كلهم، بيكونوا فري واوبن اكسس. اوكي قله قليله يعني هدول، بس عموما الاوبن اكسس لحتى هو يوفرها لانه دائما تكون جاهزه موجوده على الموقع وهيك والخدمات هي على اساس، بده اياك انت تدفع مصاري مشان غيرك يشوفها ببلاش. وفي طيب جورنالز في شيء انظمه إيه؟ بتكون ماخذه بالاعتبار انه الطلاب اللي قاعدين بيعملوا الحكي هذا في احيانا ايه اعتقد يعني في جورنالز مخصصين للطلاب، يعني هي شغلات قليله. شو كنا بنحكي؟ ايه او الشغله الثانيه انه شو انت تنشر ببلاش ولكن يكون الجورنال شو مو اوبن اكسس، فالناس اللي حيقروا الارتكلز تبعك ارتكل تبعك يعني بدهم يدفعوا له يدفعوا عشان يقروا الارتكل، او شو او ياخذوا يعني الاكسس تكون من جامعتهم، من الجامعه تكون عطيتهم اكسس. فبالحالتين يعني اتس رير انه صراحه حدا يقرا هو من غير شيء اصلا، رير حدا يقرا الارتكل تبعك سواء اوبن ولا كلوز اكسس، فما بالك انه لو كانت كلوز، خصوصا انت الريسيرش تبعك يعني شو الشغله العظيمه المهمه اللي اكتشفتها، صح انت ما اكتشفت الذره مشان كل حدا يجي. نعم خصوصا برضه موضوع الريسيرش تبعك. طيب هلا شو بيسموه هذا الريكورد حيوقف علينا، فخلينا نسكر ونرجع مره ثانيه على الريكورد نفسه. يلا فشو كنا عم نحكي؟ فا اوبن وكلوزد، الكلوزد يعني بلاش ربما ولكن يعني صراحه اي يعني كل واحد ترجع له، بس انا صراحه بدي الناس يشوفوا الريسيرش تبعي، بدي الناس لما اقدم واتفر وشغل او يعني عموما يعني رفقاتي والكوليجز واتفر لهم ريسيرش، يعني مين هذا مستحيل حدا يقرا الارتكل تبعك اذا يعني بيد، يعني نادر مثل ما قلنا الا لو في اكسس من المؤسسه نفسها. ف يعني بترجع للشخص بس يو ويل هاف تو باي ماني. فهلا الارتكل ببلشنج فيز هي للجورنال بتندفع، يعني الحمد لله ما في ابلكيشن فيز، يعني مو انت عم تقدم بدك تدفع، لا اذا قبلت بتدفع بالضبط، اذا قبل بتدفع، اذا رفضت ما عليك ولا شيء. فاذا قبلت قبل ما تنشر الارتكل بدهم اياك تدفع.
هلا فهي يعني you will pay it very very late يعني قبل ال publishing مباشرة، يقول لك ادفع لنا وبتكون منشورة بكرة مثلا هيك. كم بيكون ال average لل publication فيه؟ يعني شفت اللي يمكن 5-6-7-10 journals شغلة هيك يعني it goes in the range of 1000 يعني dollars, 700 dollars, 1500 dollars, 500 minimum I think يعني هيك شيء. صراحة غالي مو قليل. نحن يعني أنا article واحد الأول article نشرته كانت بألف دولار. فتت تتحدث عن مبلغ. إيه فتت أنا ورفيقي بفايت فايت يعني يعني شغلة كذا وانشر هو اللي لا not worth it وكذا وأصلا هاي psychology article وما كذا و... بالأخير والله أنا أقنعته ودفعنا النص بالنص أنا وياه وكل واحد يعني كم كانت يعني تطلع 600 دينار وكسر 670 دينار أو شغلة هيك فدفعنا النص بالنص. إيه والأرتيكل الثاني اللي نشرته كنا تيم كبير يمكن شيء 10-9 أشخاص فتوزعت كل واحد دفع له يمكن ما بعرف 40-60 دينار شغلة هيك. وكانت اللي هو open access. ايه open access. بالضبط خلينا يعني ورجيك. على فكرة جوجل شو اسمه جوجل هذا button فيك تدور على اسماء الاشخاص كمان. هي شغلة ما حكيتها المرة الماضية. يعني هاي هاي اول مرة. يلا بلال الدروبي اذا بتكتب هيك. طيب. هذول التو articles. اللي انا نشرتهم هون فيك يعني هو بيدور لك بالكيوردز يعني ما بس مو بس بيطلع لك ارتكلز تبعي بيطلع لك اشياء ريليتد يعني هي الارتكل الثالثه مو تبعي حلو ولكن هي انا سويت لها سايتيشن لذلك محطوطه ولكن هذول بس التنتين تبعي فهي الاولى وهي الثانيه هي اول وحده نشرتها يعني بحياتي وصراحه كانت احلى ارتكل اشتغلت عليها يعني كانت فيري بيج ادفنتشر هي اللي حكينا مع دكتور جامعه ييل بامريكا وصارت قصه عليها وهيك. والله طلبنا على فكرة قلنا له فوت معنا بالارتكل بدنا نحط اسمك ما رضي. ليش طيب؟ والله ما بعرف يعني في كثير أسباب يمكن أسباب أخلاقية هو يمكن شايف حاله ما اشتغل بما فيه الكفاية مشان ينحط اسمه جزء منه هيك وجزء تاني إنه هو لو نحط اسمه بيعتبر مؤلف للارتكل ما بيعتبر شخص خارجي أو محايد فما بيكسب سايتيشن يعني ما بينقال انه الارتكلز تبعه اخذت سايتيشن انه هو مؤلف يعني عرفت شلون انفولد بال احنا نسوي سايتيشن للارتكل الاصليه اللي هو كتبها اذا هو الف هي كمان حتكون التنتين له اما لو هو ما كان موجود تعتبر الارتكل الاولى عم تسوي له سايتيشن يعني في كثير شغلات بس المهم هو هيك بالاخير كان رايه فهي الارتكل اللي كان فيه اسماء كثير لذلك توزعت علينا اما هاي لا هاي كنت انا بس ورفيقي فأنا وحسام فيعني تقاسمنا المهم وكمان عرفت هو صراحة لما شاف الانترفيس تبعه لما شاف شكله هيك قديش الجورنال حلو والألوان وكذا قال لا والله بتسوى يعني كان ايه في جورنالز سيئين يعني بشعين يعني هذا شوي صراحة مو كتير الانترفيس تبعه حلو أما هذاك الألوان تبعه يعني تسوى 350 دينار مشان هاي بس يلا ف دكتور أتوقع في غالية قبل شوي كانت دكتور في عندك فيديوهات عن السايتيشن لانه حاولت اتعلمه بس ما في فيديوهات منيحه على اليوتيوب في بحثي بس عن في شخص خارجي يعني مشان اكتبي بالجوجل او باليوتيوب citations with endnote او citations how to cite with mendeley سهل يعني كيف والله دورت بس طلع لي فيديوهات لناس هنديين يعني كان شيء سيء وطبقت خطواتهم بس ما زبط معي يعني حرام عليك يعني مليان مستحيل بس هنود مو هندرها في استعمار هل يعني في برامج كأنها مدفوعة نشتريها أو شيء هذا end note هو يعني الأساس إنه مو بلاش بس يعني بيجيبوه مثل ما بيجيبوا SPSS يعني هي التورية بيسموها أعتقد بس أنا صراحة مثل ما قلت لك صراحة مندلي ما جربته بس يعني فيك تجيبي هذا end note واستعماله يعني شلون يعني صراحة أنا كبرة بستعمله وبنسى كيف يستعمل بس خلص شغلتي بنسى بس لا ما نسيت على فكرة يعني مثلا أنا عندي الارتكل هاي حلو بدي يساوي لها سايتيشن فهي هي بروح على جوجل أوخ لا 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 ما عندي شارجر يا الله شو بدنا نعمل
بدي اروح عند دكتور احمد القضاء تشوف بركي بخليني استعمل كمبيوتر او هذا. ماشي بنرجع لكم بعد شوي. تمام دكتور. شو بصير او لا حستعمل تليفوني اعتقد. ايه اهلا برجع لكم يعني 3 دقائق 5 دقائق ان شاء الله. تمام آه. تمام هلا كانت شو اسمها غالية عم تسأل عن قصة البير عن قصة السيتيشنز. طيب السلام عليكم، هذا مقطع صغير راح فوته بالتسجيل هلا اثناء اديتنج لانه غالية سألت عن استعمال اند نوت، فقلت يلا نحطه مرة واحدة يعني. هلا مثلا خلينا نفترض عندي جملة مثلا مفيدة او غير مفيدة بدي اكتبها شو ما كان، حلو هذا على الوورد انا عم بكتب الارتكل هلا، او مثلا خلينا نقول clinical decision making is biased whatever وبدي احط citation للعبارة هي. هلا لما نروح على references هون بتلاقي زر الاند نوت هي لما تساوي I think install ايوه أو هون بيطلع لك اصلا الاند نوت فيكي تستعملي، فبتروح على go to end note. طيب المفروض يعني محملتي من قبل، ف خلينا نعمل هيك ننظف هذا كله. طيب هلا في عدة طرق انه هلا هاي مثل خلينا نقول الملف يلي بتحملي فيه الارتكلز مشان تستعمليهم وتحطيهم على الوورد، فيلي بصير انه في اكثر من طريقة. رقم واحد انه تروحي على من شو بيسموه هذا البراوزر نفسه، وخلينا نكتب هون المقال اللي انا بدي ادور عليها عنوانه كوجنيتيف ديبايسنج 1 2013. هي مقاله كثير حلوه وهي هي العباره منها من الارتكل هاي، فهي هي اللي بدي استعملها للسايتيشن. فبنضغط هون على زر السايت، حلو شايفينه. وهون في عندك عده ستايلز للسايتيشن، هذا الاي بي اي الامريكان سايكولوجيكال اسوشيشن، هذا الشيكاغو، بيفرقوا اذا بتلاحظوا بس فروق بسيطه يعني هون مثلا التاريخ بينحط بين قوسين فوق اخر شيء، هون بينحط بكير اول شيء، هدول اسماء المؤلفين بات كروسكيري وفلان وفلان وهذا عنوان الارتكل. طبعا حسب الجورنال احيانا يعني ما بتفرق، واحيانا في جورنال بيقول لك لا نحن بدنا السايتيشن بالشيكاغو ستايل او هارفارد ستايل، على كل حال هذا بيتغير بعدين. المهم هلا مثلا نحن بدنا نستعمل اند نوت، فبتلاقيه هون شايفين هذا زر الاند نوت، نضغط عليه بيتحمل لنا فايل الارتكل هي. فنحن لما نفتحه مجرد انك تفتحي او من الداونلودز، اذا بنروح على الداونلودز تمام، ويعني سواء من هون او بتضغط عليه دبل كليك مباشره بيطلع لك شو بيصير له امبورت على الصفحة هاي. فهلأ صار جاهز انه شو نساوي له سايت يعني نحطه من هون على الوورد. طبعا في اسلوب اخر يعني هذا طبعا صراحة هذا الطف واسرع اسلوب، مباشرة من الجوجل سكولر بتحملي ملف الاند نوت الصغير وبتستعملي. او احيانا شوفي جوجل اي ثينك مرة صارت معي انه من كتر ما حملت articles ورا articles صار يفكرني بوت فوقفني قال لي ما بصير تكمل يعني اضطريت استنى لليوم اللي بعده. بس في طريقة تانية طريقة صراحة ما بحبها، بس انك تستعملي الاسماء يعني مثلا خلينا نفترض هاي الارتكل حلو association between personality traits and specialty preference among medical students in Jordan، فبدنا نسوي لها citation بناخد عنوان الارتكل، طبعا هاي الارتكل ببابميد فبناخد عنوانه بنسوي له copy. طيب وبنروح على الاند نوت، طبعا يعني بصراحه شرحه يعني استعمال الاند نوت بده وقت يعني، وانا صراحه اصلا مالي كتير محترف فيه يعني انا بضلني بنسى وكل ما اجي اساوي سايتيشن ارتكل جديد بتعلم من اول وجديد من الانترنت. فيعني عن جد يعني الشغلات هي قليل واحد يستعملها كم مره بالسنه فبنسى انا على حال. بس بتروحي مثلا هون الاند نوت وين بدنا نروح على زر هذا الانتجريتد لايبراري اند اونلاين سيرش مود، بنروح لهون وبنروح على PubMed. طبعا اذا مو طالع لك هاي الخانه بدك تروحي شو على سيرش، هون في عندك الاونلاين سيرش وبدك تختاري من هون PubMed، هاي PubMed دبل كليك. هلا فتنا على PubMed، هون حنساوي سيرش لاي حدا في PubMed. هلا هون فيك تساوي سيرش بالاوثر نيم، بس يعني احيانا بتغلطي فيه عرفتي شلون؟ يعني مثلا انا بلال دروبي، اذا بدك تدوري علي بدك تكتبي الدروبي بعدين كوما بعدين بلال، يعني بصير فيه وجع راس. بس خلينا نجرب نستعمل مثلا التايتل، حلو؟
فبنروح على التايتل وبنكتب هون عنوان الارتكل The association between كذا 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 كامل مثل ما هو، بنساوي سيرش. ما عم تطلع، ليش؟ نجرب فوق. محمد نوايسه كان نكتب نوايسه بس. طيب فمحمد نوايسه هذا عنده كتير ارتكلز ما شاء الله عليه نشرن. ليكا The association between personality traits and specialty preference لقيناها، فبنضغط عليها دبل كليك. لا يعني هلا هي هي اللي بدنا اياها. بنروح شو بنساوي لأد، يعني مثلا نحن عاملين فولدر، خلينا نمسح الباقيين ما بنحتاجهم ولا هي، فظلت هي معنا. فصار هلا لما نروح على الاول ريفرنسز شوفوا شلون في عندنا الارتكل الاولى اللي استعملناها بالامبورتنج من الجوجل سكولر لما حملنا الملف هذا الصغير، او اسلوب الثاني انه ندور. يعني صراحه اسلوب كثير سيء وما بحبه لهلا، انا ما بعرف يعني صعب علي الاقي الناس، خصوصا لو اسماء يعني سبيس، لو في عنده ال ما بتعرف تحطها قبل ولا بعد، هل تعتبر ال يعني ال دروبي؟ انا في سبيس بين ال ودروبي، هل هي حتكون مو موجوده ولا موجوده؟ ففي وجع راس. طبعا في كتير خيارات هون، يعني فيكم تطلعوا عليهم بالتفصيل. شوفوا كيف، يعني في عندكم هون تكتبوا تدوروا باسم الفيرست اوثر، باسم اللاست اوثر، باي سنه نشرت الارتكل، بالدي او اي، يعني في كتير خيارات، باسم الجورنال، اي فوليوم، اي سنه النشر، رقم الصفحه، تاريخ النشر، الاي اس اس بي ان او الدي او اي، في كتير خيارات. فهدول هن اللي حتستعملوهم يعني. فبعد ما هلا انتهينا من قضيه جبنا الارتكل هون، كيف بدنا نحطها على الوورد؟ بنروح على الوورد فايل. فانا بدي استعمل، بدي احط هون هذا الرقم اللي بتشوفوه، الرقم الصغير اوكي، اللي هي اللي شو بيسموها هي السوبر سكريبت تبع السايتيشن. فبنروح هون بنقول شو، بنقول له insert citation. فشو بالضبط يعني، هي هي العباره بدنا نضيف السايتيشن. فبنروح عبارتي هي من وين جبتها؟ جبتها من الارتكل تبع بات كروسكيري تبع كوجنيتيف ديبايسينج. فبنروح وبنضغط هذا الزر تبع تبع insert citation، شايفينه هذا مربع اللي فيه تو كومنتس، بنضغطه وبالضبط بس هي هي القضيه. فنحن حاطين الماوس من قبل على جنب العباره هي، يعني انتم اول شيء حطوا الماوس هون، بعدين بتروح على الاند نوت وبتضغط هذا الزر بس، فهو لحاله اوتوماتيكلي بيحط لك الواحد وبيحط لك هون سايتيشن. فهي هي 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 الطريقه انك شلون تحط السايتيشنز. طبعا اللي بدك تصغرها بدك كذا، ببساطه بتروح وبتضغط هون سوبر سكريبت، شايفين هي الاكسل الصغيره هون، وهيك صارت وهكذا. وبعدين بتكتب كلام كلام كلام، يعني مثلا كتبت كلام جديد حلو، بعدين بدي احط عليه سايتيشن كمان مره ثانيه. بنروح مثلا بدي استعمل الارتكل هي، بضغط عليها، ماوسي اوريدي محطوطه هون، فبروح بضغطها على هي مره ثانيه، فهو اوتوماتيكلي هلا عارف انه هي رقم 2 وهكذا، وهو لحاله بيرتبهم تحت، يعني عرفتوا شلون. طبعا لما تخلص الارتكل تبعك بتكتب هيك بيبليوغرافي وات ايفر، وبتعمل لها كابيتال وبتغير حجمها وبتعمل لها بولد وبتزيد السايز وهكذا. بس الفكره تبع انه هذا الاند نوت بيرتب لك اياهم بيساعدك فيهم. وطبعا في تفاصيل كثير يعني بالسايتيشن، فيك تضيف التواريخ، تضيف الدي او ايز اخر الارتكل. الدي او اي هو مثل اللينك يعني الدائم. طبعا لو بدك تغير الستايل بتروح على اند نوت بتقول له شو فورمات سايتيشنز او فورمات بيبليوغرافي، فهم بيحدد لك شو الاسلوب بدك تستعمل. مثلا الشيكاغو بيغير لك، فهيك حطينا الشيكاغو اوتوماتيكلي، شفت شلون تغير، ما في داعي انك تروح كل وحده تغيرها، فهذا الشيء بيريحك. فهذا هو كيف تستعملوا الاند نوت باختصار يعني. هلا بالنسبه لل finding a journal، finding a journal خلينا نبدل الكاميرا. هلا ال finding a journal هون على السلايدز لازم يكون مذكور بسكوبس اوكي، السكوبس والفاكولتي نيم والتايم لاين. التايم لاين ذكرناه. هلا ليش سكوبس؟ سكوبس هي موقع
مثل دايركتري خلينا نقول للارتكلز. فلازم اذا بدك انت الجامعه تعوضك المصاري اللي دفعتهم للارتكل ببلشنج فيز لازم تكون مذكوره بسكوبس، والا جامعه ما بتعترف فيها، والألف مثلا دولار هذول اللي دفعتهم يكونوا طلعوا من جيبتك وراحوا عليك. دكتور يعني انت لما نشرت بحثك رجعوا لك من الجامعه اللي دفعتهم؟ بس رجعوا لي اياهم بعد امتى؟ بعد شيء اجراءات يعني بعد 7 يمكن 9 شهور هيك شيء يعني. المصاري مو سهل تاخذ سهل ياخذه يعني. نعم فمو العكس. فنعم هي بخصوص ففي شروط، في شرطين لا ثالثه لهما على حسب علمي. الاولى انه تكون مذكوره بسكوبس الارتكل. هي هذا هو الموقع، شوفوا شلون ببساطه بتروحوا على scopus.com وهذا الموقع. ف يعني اي ثينك واضح ان شاء الله الصوره. فبتروح على شو؟ بتروح على هون sources وبتكتب اسم الجورنال. حلو، اذا انتم بترجعوا مثلا للجورنال اللي انا شفت فيه، شو هذاك الجورنال اللي قبل شوي شفتوه الحلو اللي لونه احمر اسمه كوجنت، فبنكتب هون شو بنختار، شو السبجكت اريا، لا نحن بدنا عنوان الجورنال. في شويه ديلي. التايتل بالضبط، بدنا التايتل. طيب وهون بنكتب شو؟ كوجنت سوشيال ساينسز، كوجنت سوشيال. فشفت طلعت. طبعا احيانا ممكن اذا في يعني يكون الاسم كاتبينه بالضبط بدقه يعني، اذا ما يعني الاسم او اكتبوا الاي اس اس ان في هي الرقم تبع الجورنال شفته بالخيارات، فالعنوان او كذا بتلاقوا. شوفوا هون فهون بيعطيك كوجنت سوشيال ساينسز اوبن اكسس، وبيعطيك يعني حتى معلومات عنها انه هي بالكيو 2 وبالسنه الفلانيه كذا عدد السايتيشنز، وبيعطيك كثير معلومات عنها، وبيعطيك حتى اللينك للجورنال. اوكي فهي يعني ومن هون فتأكد ديفنتلي يكون هم موجود، اذروايز يعني تتبهدل. فهون بكتب لك السنتال تبعه وهيك ومستواها. فهذا حلو، مثلا انت بدك تنشر اي شيء بالبايو كيمستري فيك حتى تفتح في عناوين، يعني بتكتب باي اريا وبيعطيك الجورنالز مشهورين للبايو كيمستري للكذا للبيدياتكس للسايكولوجي، وبشوف انت الرانكينج كيو 1 كيو، بيعطيك بالسنتال. فانت اكيد عرفان الريسيرش تبعك مو كثير خرافي، ما حتبلش من ال 99th سنتال، حتبلش من ال 80th ولا 70th مثلا حسب انت شو متوقع. طبعا الكيو يعني التوب التوب ما تتعب حالك فيه الا لو عشان عندك ريسيرش حلو، عشان ما تضيع وقت وانت بتقدم وتروح يعني ما حيقبل. وهذا احنا عملناه يعني، ما بحكي بس عن عنكم. فيعني بلشت والله يمكن بلشت من الكيو ال 1 التحتانيين رفضوني، بعدين حولت على الكيو 2 وضلينا ننزل يعني، فضلت الحمد لله قبلونا بالكيو 2. المهم فهذا الجورنال سكوبس. رقم 2 يكون اسم دكتور من الجامعه مذكور اسمه. لو ما حدا من الجامعه محطوط اسمه على الارتكل كمؤلف ما راح يعوضوك المصاري. فانا والله بالارتكل هي نشرناها كنت انا ورفيقي، بس الدكتور ما كان بده ينحط اسمه، قال لي انا ما يعني كذا وما ما 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 بحتاج وما بستفيد. فوالله وعملنا هيك، بس بعدين اكتشفنا انه لا، انه الجرنال ما حيعوضنا مصاري، رحنا حطينا اسمه، ولذلك صار مشكله مع الجرنال، ويعني اخرونا كثير وقالوا لنا انتم بدكم بطول، صار فيها قضية أخلاقية بس أقنعناهم بالأخير. فهي هي الفكرة إنه لازم، عرفت شلون اسم دكتور يكون محطوط على الجورنال. هو هذا الدكتور كان بحسن نية ما بده ينحط اسمه، ولكن طلع هذا الشيء مو لصالحنا فخلينا اسمه. يعني أول شغلة إنها تكون موجودة بالموقع اللي حكينا عنه، وثاني شغلة يكون فعلا الدكتور يكون بالأرتكل، سواء يعني فيرست ولا لاست أوثر ولا كذا ما بتفرق. هلا بالنسبة للفيرست واللاست على السريع، في ناس بيسألوا هل هي كتير مشكلة للناس المبتدئين ما بيعرفوا بالريسيرش، بيضلوا بيسألوا عنها وبيلخبطوا فيها قضية الفيرست أوثر واللاست أوثر والكو أوثر والأكنولجمنت. قضية جدا واضحة ما لازم تتلخبطوا فيها. أي حدا محطوط اسمه من الأوثرز اللي فوق بالأسماء هي يعتبر أوثر، بس نقطة انتهى. أوكي ما في شيء يعني شوف، كل حدا إذا طالما في أكثر من شخص كلياتهم اسمهم co-authors، عرفتوا شلون؟ يعني ما في يعني فرق، خلص انت مجرد ما يكون في اشتراك co-author. لا في فرق، ولكن يعني ما تفكر انه اذا انت مو يعني في ناس بيقول لك co-author يعني مو author، لا co-author يعني مؤلفين مع بعض، هذا معناها سواء انت اول ولا اخير ولا ثالث
هذا اسمه كو اوثر، بس هذا لا يعني انه كلهم متساويين. هلا عموما هنا بيعتبروا يعني الفيرست اوثر هو الفيرست اوثر، هو يعني اشتغل الشغل اكثر، يعني يشتغل اكثر هو يعني بالترتيب. اوكي عاده يعني كميه الشغل والمسؤوليه بالترتيب بتنحط. اللاست اوثر يلي سوبرفايزد، بس هي هي. هلا مثلا انا بدي اقدم يعني ببريطانيا وهيك، في بعض الريزيدنسي او السبيشال يعني المستشفى بيطلبوا انه مشان تتنافس مثلا بنعطيك نقطتين اذا كنت فيرست اوثر، نقطه اذا شيء ثاني مثلا، يعني هيك. فالفيرست اوثر صراحه يس له وزن اكبر، بس انت يعني ستيل حتى الاذر اوثرز لهم وزن، مو انه ما له المؤلفين، طالما شو طالما كله محطوط اسمه فوق. هلا بورجيكم صوره، بورجيكم صوره عشان توضح ويكون الكلام يعني واضح تمام. شوفوا ببساطه هاي الارتكل، حلو، هون اسماء بلال الدروبي، حسام ابو حيه، ودكتور جمال ابو غيده. ف كلياتنا نسمى كو اوثرز، هذول الثلاثه شركاء. مين الفيرست اوثر؟ بلال الدروبي. طبعا انا عرضت على رفيقي الله يجزيه خير وكذا انه هو يكون، ولكن فعلا هو اصر، قال لي يعني انا اللي بلشت الموضوع هيك، قال لي انت بتستاهل. طبعا الارتكل الثاني حطيناه هو الاول. فيعني يعني كويك تيب على السريع مشان ما تعملوا مشاكل بين بعضكم بالمستقبل، يعني طبعا هذا الشيء ما بتتفقوا عليه من الاول، ولكن قبل النشر او حسب المرحله تعملوا مثلا، نحن عملنا فوتينج، عملنا انونيمس فوتينج على جوجل فورمز، وشفنا مين يعني كل واحد يقيم غيره، ونشوف شو ترتيب الاوثرز اللي كل واحد بده اياه، عرفتوا شلون، واللي جمع نقاط اكثر بنحطه فيرست، وهكذا. يعني هي طريقه ديمقراطيه يعني ما بتزعل كثير ناس، وطبعا كل واحد يعني بالاخير ان شاء الله حسب الضمير، ونحن صراحه ما كنا نتخانق يعني جد، كل واحد بيعرف حاله وما حدا بيتضايق يعني. بس يعني هسه كترتيب الاول حكينا فيرست، بعد الاول بصير في اختلاف بعيدا عن يعني اللاست حسب، بس لا عموما الناس اللي بالنص يعني سواء. فانا يعني شوف حسب يعني في حسب الابلكيشن انت وين عم تقدم. في ناس بيقول لك خلص لازم تكون اوثر بارتكل مذكور بباب ميد وخلص، ما بيشترط شيء ثاني. في ناس بيقول لك لا لازم فيرست اوثر مثلا مشان نعطيك نقطتين، غير هيك تاخذ نقطه، يعني شغله. بس ديفينتلي كله يعتبر اوثر وكله بيعتبر ريسيرش لك، وإن كان ممكن شوي الفاليو يكون أقل إذا أنت سكند أو لاست، بس يعني do not make this your priority. يعني أي ريسيرش بصح لك definitely فوته، وهي الشغلات الفايتس تبع الفيرست واللاست والكذا انساها. يعني أنا صراحة كنت يعني كتير محظوظ إني حطيت أول، بس عموما إيه يعني do not expect to become a first author usually، يعني إلا لو أنت مع ناس كتير راقين ورائعين. الحمد لله أنا كنت هم محظوظ يعني مع هدول الناس. إيه نعم. أما لا عموما يعني usually the research you will do حتكون يعني not first. هلا هذا كله اسمه authors co authors، انتهينا. في شيء اسمه acknowledgement. acknowledgement ببساطة هون بتقول we are grateful to Dr. Anton Goldwitzer from Yale University and محمد زكي الواوي from رأس الخيمة Medical College for his guidance and helpful feedback. مجرد شكر وتقدير، هاي اسمه acknowledgement، هاي وزنها صفر. اوكي علميا عموما يعني انت ما فيك ما شيء اسمه انا اكنولج، عرفت شلون، هي مجرد شكر يعني هيك شخصي. تمام. اما فانت لما تفوت ريسيرش طبعا ايه، ف يعني لما تفوت ريسيرش احيانا طبعا يعني بيصير يعني بفوتوا ناس مع دكاتره وكذا، بعدين يعني 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 اعرف انه هذا الدكتور حيحطك اوثر وهيك يعني يعني، وتعرف طبعا سمعه الناس بتقعد تسال عنه وهيك. بدنا نحكي اكثر من هيك هلا، خلينا نكمل. طيب فحكينا قضية سكوبس واسم الدكاترة والفيرس والسكند أوثر وهيك، ودفنتلي أي شيء بيصح لك فوت عليه. طيب هلأ بالنسبة على السريع للبريداتوري جورنالز، البريداتوري جورنالز هنن يا كرم جورنالز fake that do not have true أو real peer review، وبالتالي they بياخدوا ناس يعني بس خلاص ادفع مصاري هات لنا هال $500 $200 بتنشر الارتكل تبعك. فهو جورنال مسخرة ما فيه وزن علمي حقيقي، ولا بيقدم خدمات علمية أو peer review حقيقية من experts حقيقيين، بس خلاص انشروا ومشي. طيب بيكون في له فايدة فعلا، ولا الأغلب بيكون معروف إنها predatory؟ هلا بين المتخصصين، هلا شو أصلا ما حدا يعني ما حدا بيحفظ أسماء predatory journals لأنه اكتار كتير، وكلاتهم لو رانكينج
او اغلبهم اغلبهم جزء كبير منه لو رانكينج يعني Q4 Q3 يعني هيك. طبعا في حتى Q1 قليل يعني بتصير، بس انا شفتها يعني الارتكل اللي وجدتكم اياها تبع الاي بي او هذيك بلاد جروب المره الماضيه كانت Q1 الاي بي او Q1 ايه هي هي مو بس قد... يعني انت ما تفكر بس اللي خلص اللي Q1 خلص كل شيء جولدن، لا الموضوع اعقد من هيك. بس عموما الناس ما بيحفظوا يعني البريديتوري جنرالز بالاسم غالبا لانه كتار ولو رانكينج، الناس بيحفظوا الشغلات التوب. بس هي شلون انت بتلاقيهم؟ رقم واحد هو مو مشهور فما لا يعتد به، اثنين لو رانكينج، ثلاثه هلا في في امارات او في شغلات مؤشرات هلا حنحكي عنها. فمثل ما قلنا predatory journals are bad journals، مو شرط absolutely fake، يعني مو شرط انه هو انسان دجال وبده يسرق مصاري الناس، لا ممكن هو يكون journal very very borderline او سيء، عرفت شلون؟ فيعتبر predatory، او يعني journal من third world، عادة هدول بيكون من third world countries يعني. نعم يعني هيك ما بدنا يعني نحدد بلد، يعني يكون هيك هندي باكستاني كذا مواقع، او يعني يعني هاي الشغلات تبعنا للأسف جد يعني بينضحك على المبتدئين بيروح بينشر فيها. طبعا حتلاحظ صراحه اذا بتفتح predatory journals لما تقرا ارتكل جد بتلاحظ بتكون very poor quality very، خلينا نقول المؤشرات نبلش من الفيري بيسك. طبعا هي مو يعني هدول كلياتهم كل واحد منهم ريد فلاجز، مو اذا كان واحد منهم ديفينتلي هي predatory، ولكن هي كل واحد لما كل ما جمعت ريد فلاجز اكثر كل ما كان هو يعني مثل الميديسن، اذا عنده ابدومينال بين مو شرط ابندساتس، بس اذا ابدومينال بين ورايت لور كوادرنت بتصير تجمع مؤشرات فيفر ونوزيا وفوميتينج وون دي ديوريت، هذا كله شو بيزيد الاحتمال، وهكذا نفس الشيء بريداتوري. فاذا كان خلينا نبلش من الشغلات البسيطه، الارتكل لوكس ريلي باد ان ابييرنس، فيري بور ديزاين، فيري بور، اذا كان في بور جرامر وفوكابولري، اذا في جراماتيكال ميستيكس، سبيسينج ميستيكس، اوكي هذا كلياته these are bad things especially يعني جد grammatical وهيك. اذا كان الموقع looks bad يعني as an appearance، اذا كان الموقع كاتب جنب اسمه international دير بالك red big red flag. ليش؟ هلا ممكن انت يكون عندك جورنال محترم كبير اسمه biochemistry، اسمه biochemistry او cell حلو تمام. او مثلا فالpredatory هذا شو بروح بيعمل؟ هذا انسان مجهول يعني نكره، يربط حاله بالاسم المشهور، يروح هو ما بيقدر يسمي حاله بايوكيمستري، هيك بيتحاكم بيقول انت بتاخذ نفس الاسم عم تنصب على الناس، لا بيروح بيسمي حاله انترناشنال بايوكيمستري. يعني شلون عرفت شلون؟ او والله اما في جورنال كانه اسمه يمكن انترناشنال جورنال اوف كامبريدج او شغله هيك، هو ما له علاقه، هو هندي يمكن ما بز... يعني شغلات هيك جد غبيه وسخيفه، بس اسمه مسمي حاله انترناشنال كامبريدج جورنال، هو ولا له علاقه بكامبريدج ولا شيء، بس مسمي حاله والاسماء حلال يعني ما حدا بيساله انت ليش هيك مسمي حالك كامبريدج. انا بتذكر حكى ايش زيك بالكورس اللي هو تبع يور فيسبوك فريندز رونج، كانت المجله برضه اسمها فيه الانترناشنال ونشر فيها ارتكل عباره عن بس وقفوا تبعثوا لي ايميلات كان كل الارتكل بالضبط حلو. فديروا بالكم من الشغلات هاي، اذا حاط جنب اسمه انترناشنال هو مو انترناشنال، اي شيء من ثيرد وورلد كونتري يعني دير بالك منه. اذا هو بيدقق يعني كثير بيضلوا يعني بيسالوك على الارتكل ببلشنج فيز من الاول، اذا هن اصلا بينزلوا ادز او بيبعتوا ايميلات للناس، اوعك حدا بيبعث لك ايميلات ببلش ان اور جورنال على الايميل تبعك مسوي لك سبامينج تروح ترد عليه وتبعت له، لا هدول شحادين، ما في جورنال محترم بيشحد منك، او غالبا الجورنالز المحترمين ما بيشحدوا منك لتنشر عندهم يعني، فانساهم هدول الناس. انا طول اليوم ايميلي هلا لو بورجيكم اياه مليان يو ار ويلكم تو بابليك، شو بيبعثوا لك؟ بيبعثوا لك مسج بيرسونلايزد بلك هلو بلال، دكتور بلال الدروبي، اي ريسنتلي ريد يور ارتكل سوشيال سايكولوجيكال سكيل ان ا كروس كلتشرال سيتنج و اي فاوند ات ريلي انسايتفول، يو ار ويلكم تو ببلش يور نيو ارتكلز ان اور جورنال. جد جد هيك بيحكي معك، ف انت بتفكر انه والله هو لا هذا كله اوتوميتد يعني انسى. اوكي تمام انا طلعين تمام سامعني. فشو كمان في هي كلها مؤشرات كمان، اذا بسرعه قبلوك وبسرعه بدهم ينشروا لك كمان دير بالك بيكون برضو الهدف انه بدهم ايه. هذا كلها شغلات شو بيسك. طبعا على الويكيبيديا روحوا على شايفين الصوره هي، فا examples what are they؟ هي predatory journals how to avoid them
tricks, red flags and indicators في على ويكيبيديا wikipedia.org predatory publishing مباشرة روح عليها في صفحة طويلة عريضة بتحكي عن الموضوع هذا وبتحكي عن الريد فلاجز. طبعا عموما هدول they are very low ranking و... يعني هي أهم شيء إنه low ranking و countries يعني... spam هلا important aids هي الشغلات يا خلينا نقول هي the big deciders. ألو كرم تمام دكتور طيب عدت التسجيل التسجيل شغال بعده اعطاني 40 دقيقه بدل نص ساعه حضور المميزين هذول والله يغفر كويس يعطيك العافيه دكتور اهلا اهلا كرم كل مكان كرم شكرا يعطيكم العافيه هلا يعني شكرا جزيلا على حضوركم والتزامكم وشكرا طبعا لبلال ما قصر صراحه في التحضير والعمل يعني بعتقد المحتوى غني جدا ومميز ويعني التقديم برضو مميز كمان فبتمنى لكم فائدة عظيمة وبتمنى يعني إنه حتى لما بلال يقدم هذا هاي الوركشوب كمان مرة تكونوا معانا كمان كل إعادة فيها إفادة إن شاء الله إن شاء الله الله يعطيكم العافية لبلال أكثر إشي يعني ما قصر الله يعافيك دكتور وصدقا مش بس يعني قدام دكتور بلال لكنه ما شاء الله موسوعة يعني ما قصر عليه بلال ما شاء الله يلا الله يعطيكم العافية موفقين إن شاء الله الله يعافيك شكرا لك دكتور شكرا أهلا وسهلا شكرا دكتور هلا طبعا يعني سبحان الله أنا فعلا يعني أعتقد الوركشوب كانت حلوة بس سبحان الله يعني ختامها اليوم شوي يعني مشان الحسد اللخبطة هي مش مشكلة عادي شغلات زيك بتصير بالضبط يعني الحمد لله يعني كانت آخر جزء فخلينا نكملها هيك شو كنا عم نحكي البريداتوري شغلات الديسايدنج كنا عم نحكي عنها شغلات الديسايدنج انه تعرف هذا بريداتوري ولا مو بريداتوري الجورنال الفيك طبعا مثل ما قلنا في كثير امارات والريد فلاجز بس في هلا شغلات مور سبيشاليزد صعب انك انت تلقطها انه مثلا يكون عندك فيك يعني يكون البير ريفيورز مجموعه صغيره وناس اصلا مو متخصصين او اصلا ناس مو موجودين يعني بيكون مثلا حاطط لك اسم دكتور فلان الفلاني بأمريكا وهو ولا له علاقة بالجرنال هذا هي شغلات صعبة تلقطة المهم أنه سبحان الله الحمد لله في ناس تكفلوا أنه يلقطونا البريدتوري جرنالز ويريحونا ففي موقعين مهمين لا غنى لأي حدا عنهما نعم رقم واحد طبعا مثلا اقروا الويكيبيديا أرتكل عن البريدتوري ببليشنج الشغلة الثانية الامبورتنت ايدز في موقعين مهمين الدي او اي جي والبيلز ليست هلا حنحكي عنه الدي او اي جي ببساطه نروح على صاحبنا البراوزر هذول الموقعين بيذكر لك فيهم ال شو كانوا دي او اي جي جي oaj.org هذا الدايركتوري اوف اوبن اكسس جورنالز بخلاصته هذا الموقع دايركتوري للجورنالز كلياتهم الاوبن اكسس فهو بيذكرون هون الجورنالز المحترمين اللي يعني مثل نقابه الاطباء كيف المفروض الدكتور يمو سجل نقابه الاطباء ينسى فنفس الشيء هون فهذا الموقع doaj.org هون شو بيعمل هيك بتكتب مثلا مره ثانيه خلينا نكتب هذاك الجورنال اما بتدور على جورنالز او ارتكلز طبعا الاساس انك انت بدك تدور شو على الارتكلز اذا بدك على الجورنالز اذا بدك تنشر بي الجورنال هذا فبنكتب هيك يعني الكاميرا ما عارف شو اسوي نكتب شو كوجنت مره ثانيه فنفس قصه سكوبس هلا انت بدك شوف كم مكان بدك كوجنت بتشوف سكوبس او الجورنال تبعك بدك يا يكون موجود في مكانين ومخفي في واحد ما يكون موجود بهذا الواحد هلا حنحكي عنه تمام فالدي او اي جي كتبنا كوجنت الناشر هذا ففي عندك كوجنت انجينيرينج كوجنت فود كوجنت ماثماتكس كوجنت سوشيال ساينسز وبيعطيك معلومات عنه بالتفصيل ببلشد باي تايلور اند فرانسيس جروب تعرفوا اعتقد الجروب هي مثل السيفير وهيك ان ذا يونايتد كينجدوم اكسبتس انجلش وهون الديتيلز تبعه وبتعطيك حتى يعني بيعطيك معلومات عن الجورنال يعني طبعا هي شغلات مكتوبة على الموقع تبع الجورنال كمان بتكون
الارتكل ببلشنج فيز 900 مثلا، يعني 1950 جريت بريتش باوند تقريبا كمان يعني بتساوي 1000 دينار. تمام. اي والله كانت 1000 دينار اللي دفعناهم، مو هذا قسمناهم بيننا كل واحد دفع كم 750 يمكن. المهم بس الحمد لله بعدين تعوضوا بعد شيء 9 شهور يعني. فهون بيعطيك، وكمان طبعا هي كرييتيف كومنز يعني هي كومبليتلي اوبن اكسس، اي حدا بيقدر يحملها ويلعب فيها مثل ما بيحب الى اخره. فهي الدايركتوري. اي جورنال يعني لو حتكتب اللانست لو حتكتب اي شيء كله حتلاقيه هون، بس تعال اكتب لي انترناشونال جورنال اوف بايوكيمستري وشو هدول الشغلات الخرافيه ما حتلاقيهم كلياتهم يعني هدول شو كذابين. فهي واحد غالبا يعني. الشغله الثانيه هي البيلز ليست، البيلز ليست دوت نت. هي البيلز ليست هي مثل البلاك ليست باختصار، يعني اللي موجود فيها هذا ما بدك اياه بالضبط. ف بيلز ليست دوت، طبعا في على فكره اكثر من بيلز ليست، يعني هي في شغلات مثل لو يعني هذا بني ادم بيل انسان يعرف قصه الجورنالز هذول وكذا وحب يفضحهم، فصار عمل الليست هي تبعه وصار يحط الناس فيها. طبعا في جورنالز يعني مثل ما قلت لك هي قضيه مو انه بلاك اند وايت جورنال فيك ومو فيك، في جورنالز يعني انه الكواليتي تبعهم واطي بس انه جد بيحاولوا يعملوا مثلا بير ريفيو هيك، يعني مو انه دجالين كذابين. هي الفكره جد ما يعني بالامكانيه. في جورنال في جورنالز يعني ابسولوتلي فيك، يعني هو قاعد ببيته فاتح بسطه وعم ياخذ فلوس وبينشر، هو جورنال ما حدا يعني ما حدا سأل عنه، عرفت شلون؟ وفي لا جورنالز يا اخي جورنالز بس يعني فيه مشاكل، موقع تعبان، سايتيشنز ضعيفة، بيعمل أغلاط بالبير ريفيو، فلذلك فات على البيلز ليست. المهم إنه قاضوا وقدموا عليه شكاوى وكذا، فكأنه يعني الموقع تسكر وفتح موقع تاني أو هيك. في كتير مواقع مشابهة بس يعني هذا أشهره هو البيلز ليست، فهذا هو الموقع. ففيك هون يعني استعمله، تكتب اسم الجورنال هون أو اليو آر إل تبعه، يعني تتعلم سهل يعني تتعلم كيف تستعمله. وبتفتح الليست او الكذا وكله شوف شلون هذا كله الجورنالز فيك. يعني شوف كله، شوف هذول جماعه الانترناشونال هون كلياتهم محطوطين انترناشونال كذا، انتر ساينس، انترناشونال، انترناشونال سوسايتي، هي كلها اسماء جورنالز مشهوره بتكون اغلبها يعني. تمام بس بيحطوا انترناشونال وبيفتروا حالهم صاروا شغله. فيعني هي فهذول شغلتين مهمين جدا نعرفون، البيلز ليست و شو بيسموه الثاني تمام. تمام شو ضل عندنا؟ شغله كمان تانية انت قلت لي عنها، نحكي كمان قرينه اخره، يعني هي الشغله صراحه جدا بسيطه وسهله فيك تستعملها، انه الاخصائيين بيعرفوا الجورنالز محترمه، يعني اخصائي والله اخصائي بيدياتكس بيعرف شو احسن الجورنالز بيدياتكس، بيعرف الشغلات البوبيولار اللي الناس بيحكوا عنها في الكوميونتي تبع الساينس هذا، يقول لك والله الجورنال اوف بيدياتكس، الامريكان فاميلي فيزيشن، كذا، فرونتيرز ان بيدياتكس، بيعرف اسماء مو شرط تكون التوب حتى، يعني عادي ممكن كيو 2 او كيو 3، بس هو يا اخي بيعرف انه هذا الجورنال محترم بيقرا منه ريجولارلي، مثلا ام دي بي اي انا هذا الجورنال كثير بحبه. يعني في هيك شغلات البريتش ميديكال جورنال، البي ام جي، الجامعه، هي شغلات اشهر من نار على علم يعني كل حدا بيعرفها. فيعني هيك كمان شغلات بتساعد انه تشوف الاخصائي شو الجورنال هو بينصح فيه، وهو بينصحه الكوميونتي تبع الناس اللي بيشتغلوا بالعلم هذا بيعرفوا مين يعني انت هلا كيف انت مثلا بتدرس طب وفيزيولوجي وكذا، بتعرف شو الكتب المعتمده او المحترمه في الفيزيولوجي، حتى لو انت ما قرأت بس سمعت باسمه منك او من طلاب تانيين، تعرف والله انت سمعت ب غانونغ وسمعت ب غايتون وسمعت ب شيرود وسمعت بالبي ار اس صح، وسمعت ببورزان بيوند هذا فيديو. نعم. بيجي لك واحد بيقول لك انترناشونال بوك اوف غايتون اكيد راح تقول له لا، هاي هي الفكره. بس طبعا الناس اجدال على الريسيرش بيضحك عليهم، بيروح بيتبعوا مصاري حرام ويعني. ف هاي هي قضيه كمان الاخصائيين والناس المطلعين في المجال الفلاني بيعرفوا شو الجود جورنال، والبيلز ليست والدي او اي جي ابسولوتلي يعني دير بالك يكون ما له موجود بالدي او اي جي او مذكور بيلز ليست، ديفينتلي لازم يكون التنتين في استوفي الشرطين، يعني البيلز ليست يكون ما له موجود فيها والدي او اي جي يكون موجود فيها على اساس موجود سكوبس تكون واثق من الموضوع 100%.
usually these go together. يعني إذا ما له موجود إذا موجود بالدي أو إي جي ما حيكون إن شاء الله موجود بالبيلز ليست. بس أحياناً يعني في some fish get faster than it يعني. فالشبكة ما بتمسك كل السمك. نعم نعم. فهي هي. شو كمان ضل؟ كمان أنت سألتني عن قضية الطلاب وما طلاب. اللي هي. مع السلامة ساندرا، شكرا على حضورك، شكرا على أدبك يعني. فشو كمان كنا بنحكي؟ هي فكرة الطلاب. نعم. في جورنالز، في جورنالز مخصصة للطلاب، بس طبعا مستواها العلمي بيكون أدنى يعني، ما بيكون بهال الورث. هلا صراحة عموما يعني نحن كطلاب صح مو متوقع منا شغلة كتير أميزينج وتكون يعني اكتشاف عظيم، بس لا عموما يعني نحن بنحب يكون جورنال يعني مشهور خلينا نقول. على كل حال أنا حاول بس بعد أبرو هذا ف إيه شو كنا بنحكي. فيعني مو شرط صراحة يكون التوب توب جورنال، عادي ممكن تنشر بجورنال للطلاب، بس والمهم إنه يكون شو تستوفي الشروط هاي، موجود بسكوب، بس موجود بالدي أو إي جي، ما له موجود بالبيلز ليست، والدفنت اللي يكون موجود بباب ميد يعني مهم هذا الشيء كمان. نعم. طيب بالنسبة للديسكاونتس، في أحيانا جورنالز صراحة طلاب ما بتذكر إذا في ديسكاونتس للطلاب، بس في جورنالز بيعطوا ديسكاونت للثيرد وورلد كونتريز للناس اللي يعني هي بسموها الإيدز والشغلات الدراويش. تمام. فهلا للأسف يعني believe it or not بالجورنالز اللي أنا قدمت عليهم ما كانت جوردن موجودة على الليست بالثيرد وورلد كونتريز أو بالبور يعني كونتريز الديزاينينج سبيشال. نعم. هلا ليش ما بعرف، روح ناقش، بس هذا اللي صار كان يعني 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 بال... مش عارف لا ياخذها مديح ولا ياخذها. كانوا حاطين نيجيريا، كانوا حاطين ما بعرف شو يعني، بلدان هيك افريقيه. نعم يعني. نعم نعم. شو اسمه هذيك تبع، شو اسمه هذا تبع البلاك، شو اسمه بلاك بانثر كان اسمه واكاندا. واكاندا فيعني بلدان هيك يعني كانت المحطوطه هناك. فأما جورنال صراحة ما كانت موجود يعني. في حتى تو جروبس، في جروب تأخذ يمكن 100% ويفير، في ويفير بيسموها إنه بيروح الفي تماما بيعفوك منه، وفي واحدة 50% أو هيك شيء يعني، فما كانت موجودة فدفعنا الفول فيه. المهم فهي خلصنا من قصة البريديتري جورنالز، ديروا بالكم كتير منها، مو شرط تنشر يعني، ما بنحكي انه تنشر بكيو 1 ولا هيك، حتى لو كيو 4 او كيو 3 عادي كان ستيل بي ريسبكتد جورنال. المهم انه يكون شو له مكان علمية، ما يكون دجل وبس شو هات لي الفلوس وبنشر. ويعني فاينلي يعني هلا شو بنروح على هي اخر واحدة خلص، اعتقد يعني خلصنا. شكرا للجميع على حضوركم، ان شاء الله استفدتم. عفوا دكتور، يعني اسفين على اللخبطة هي، ولكن يعني ما قصرت معنا، يعطيك العافية، شكرا لك. إذا في حدا عنده أي أسئلة يشاركنا فيها هون هلأ قبل ما نسكر. دكتور ما دامني مذكر، كنت بدي أسألك عن شغلة هسه بالنورمال داتا إحنا بنشتغل عليها مثلا بالتي تيست بالأنوفا بالأمور هاي، النون نورمال داتا كيف ممكن الواحد يشتغل عليها؟ أو يعني الموضوع ما بيكون إنه ميثود معينة أنت بتشتغل على أسئلة وبتمشي معها؟ قصدك النون نورمالي ديستريبيوتد يعني؟ نعم، ان النورمال داتا اللي هي مثلا زي الفوكس جروبز الشغلات هاي، طريقه عملها هاي في 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 تست خصوصي لها اسمه النون بارامتريك تيست. يعني شو بدنا شيء نسبه هاي ثانيه واحده. النون بارامتريك تيست هي تيست ذات دو نوت ميك اسامبشنز اباوت يور داتا، هذول اقل شهره، عرفت شلون؟ فهي يس هيدول يعني في كتير شغلات صراحة مو حافظ أسماء، يمكن منهم واحد مان ويتني وغيره، أو الويلكسون ولا ما بعرف شو بدال التي تيست، أو شو اسمه هذا الفيشر، واحد في واحد بديل الكاي سكوير اسمه شغلة فيشر موجود بالفيرست ايد، بس هذا يعني هي شغلات ريرلي يوزد صراحة، لانه رير يعني عاده the data that you have usually it conforms to these assumptions. بس ايه يعني هذول النون بارامتريك تيست في شغلات ايكوفالنت للشغلات اللي درسناها، قليل استعمالهم بس هذول فيك تستعملهم. نعم. فغالبا اذا انت عم تستعمل كاتيجوريكال يعني the chi square should work، otherwise يعني
حسب قديش انت، هل انت تماما ابسولوتلي نورمال داتا يعني وهيك، ولا فيك يعني شوي يعني قريبه عن النورمال؟ يعني مو شرط تشوف، ما تتوقع على فكره يكون ابسولوتلي بل كيرف هيك، تكون انت هيك مفكر. لا مش شرط يعني. بالضبط البل كيرف هذا الابسولوتلي هيك هذا نادر جدا تشوفه، يعني قليل، خصوصا اذا ما بتجمع داتا بالمئات. يعني نحن مثلا واحد من الستديز هي تبع السوشيال سايكولوجيكال سكيل عملناها، جمعنا 600 واحد يمكن شارك معنا وكان عندنا فعلا ابسولوتلي نورمال داتا، اما اذروايز غالبا لا، الداتا ما حتكون نورمال، حيكون في الى سكيو، يعني حتكون مايله شوي هيك، حتكون مايله لطرف اخر. يعني اذا مو كتير تمشي، او كمان غير هيك فيك تساوي ترانسفورميشن للداتا تبعك. انا صراحه ما حكيت عن هذا الشيء، هذا شيء شوي ادفانسد، بس اقرا عنه دور عليه بكتاب الميديكال جلانس، ما بتذكر اي شابتر، يمكن السابع ان شاء الله بشوف عنه. الكتاب هذا في شابتر اسمه ترانسفورميشن، فيك تعمل اللوج او تعمل السكوير، فالداتا اذا ما اذا كانت سكيود بترجع بتصير نورمال كثير من الاحيان، فيو كان فيكس يور داتا او بتستعمل نون بارامتريك تيست يعني. نعم. اوكي، فهي هي يعني قضيه النون بارامتريك داتا، اعتقد هيك خلصنا، الباقيين ما عندهم اسئله. فمرة تانية شكرا على الحضور، وكرم لو سمحت ان شاء الله معك مشان تبعث لي، ما بعرف شلون بدي اخذهم منك، انت بتيجي على الجامعه ولا تسنوا على درايف؟ بقدر ابعثهم مثلا تليجرام. تليجرام صح، تليجرام احسن من غيره. خلص بعطيك، ابعث لي على المسنجر بس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، وبعطيك الرقمي مشان تبعث لي على التليجرام مشان نزلون عندي على اليوتيوب بعدين ان شاء الله. ماشي، يعطيكم العافيه جميعا، وان شاء الله بالتوفيق لكم وتنشروا احسن ريسيرشات، وان شاء الله يكون هذا يعني. شكرا لك دكتور، ويعني صدقا مبادره جدا جدا فادتنا، ويعطيك العافيه، ما قصرت. الله يعافيك يا رب. يلا مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم.